الشريف في شركه السكر النهارده، وانا موجود بالتعاقد معاهم، وان شاء الله خير يا رب ينعم الجميع. انا كنت ضايع من زمان، بس قلبي من حرام. خلي بالك انا الهرم. انت شايف نفسك ايه؟ قولي الطيب عاوزيك يلي قلبك جابك. انت مش هتقدر عليه، انت زي التفاحية بميت لون وبأي شكل. انت ليه زي النهاية؟ ملكش بداية ولا اي شكل. احنا يا ابني على تمامنا، مش باصين غير اللي قدام. ربنا هو اللي وحده عالم باللي في قلوبنا. ربنا وحده اللي عالم باللي في قلوبنا. يا رب سترك ورضاك علينا، وارزقنا اللهم امين. ارزقنا اللهم امين. حبيبي عم حمدي، وانت اخويا الكبير، مش بعتبرك اللي انت منتج الشركه والله، يعني ربنا يعلم اللي في القلب ايه. وانت اخويا، وانا مبسوط جدا 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 بوجودي في شركه السكري الانتاج الفني والسينمائي، وان شاء الله باذن رب العالمين مش كلام. انتظروا كل جديد بعون الله، احنا معتمدين على الله وبس. صباحكم زي العسل ونهاركم زي الفل ان شاء الله باذن الله، وانتظروني قريبا من الشركه.